عندي الكاتشب البيتي عبارة عن كوباية ونص مية، هناخد الكوباية لوحدها والنص كوباية لوحدها، هنفصلهم عن بعض بليز. كمان عندي معلقة كبيرة من الخل، عندنا معلقة كبيرة من النشا، 4 معالق كبيرة من السكر، نص معلقة من البابريكا أو الشطة، البابريكا أو الشطة، إنه في نوعين من ال أهم في نوعين اتنين من إيه من الكاتشب، في اللي هي نحس انها حادقه شويه وفي اللي هي بتبقى مسكره، الحادقه او المشطشطه شويه بيبقى فيها شطه والثانيه بيبقى فيها كاتشب، مش الاثنين مع بعض. نص معلقه كبيره من الملح ونص كوبايه صلصه، صلصه طماطم. اول حاجه هعملها ايه؟ اول حاجه هعملها بحتاج لها نقطه زيت مش كتير، عشان كده انا مش كاتبه لكم الزيت، هي نقطه بسيطه خالص خالص زي ما انتم شايفين اهو. وهقوم واخده هنا، خليني اعمل كده الاول، خليني نحطهم مع بعض عشان الحاجات ما تطرش ونوسخ البوتاجاز اهو. والكاتشب دي لازم نغليها، بصوا دي كاتشب سريعه جدا، في مليون الف طريقه للكاتشب عشان تبقوا عارفين. هنا عندي الكاتشب بتاعتي هنعملها بالشكل ده، بحط وبرضه طرطشنا الدنيا مش مشكلة. بصوا بقى بنحطها لازم تغلي معايا 10 دقايق. النص بقى الكوباية بعمل فيها ايه وهي بتغلي معايا بالشكل ده؟ بقوم ضيف عليها السكر اهو، ضيف عليها الخل، وضيف عليها الملح. الثلاث حاجات دول بضيفهم عليها وبقلبهم معاها تقليبة بسيطة. عندي الكاتشب بقى اختيارين، اعمل حاجتين اتنين، يا شطة يا شطة يا ايه يا بابريكا. ايه بتروح بتروح تحميرة. انا هنا هعملها بالشطة وهخلي البابريكا هعملها لكم برضو لان انا اوريدي عاملة ومحضرة. هعمل هنا ايه بالشطة، هقلبها كده. عندي هنا النص الكوباية بتاعت المية اللي انا فرقتها، احط فيها النشا، احط فيها النشا، دي طريقة سهلة جدا. قولي تاني. هنا عندي النشا بتاعتي هنزل بيها وهبتدي اقلب، ضروري جدا 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 حركة النشا دي، بس انتي تقلبي على طول يعني ما تقعديش تستني كتير، لازم التقليبة اللي انتي شايفاها دي تتعمل بالشكل ده عشان تبقى معايا الكاتشب بتاعتي تمام. وهقلبها بالطريقة دي وهي بتغلي معايا، ما سيبهاش تحرق، بتغلي بس اهو. شوفوا كده خلاص، كده انا عرفت ان الكاتشب بتاعتي بقت جاهزة معايا. هاجي هنا، خليني اقرب عند البطرمانات عشان ما نبهدلش الدنيا، وابتدي اخزن البطرمان بتاعي. الكاتشب دي ما تخشش التلاجة اول يوم نهائيا نهائيا، تبرد تماما، ونقلب البطرمان بعد ما تبرد ونسيبها ليلة كاملة برة، بعد كده نقوم مخزنينها في التلاجة، بعد كده نقوم مخزنينها في التلاجة ليلة كاملة بره. حلو، هنستناها تبرد معانا الأول، بعد ما تبرد معانا كل اللي هتعملوه ليلة كاملة بره. أهي كاتشب حلوة جدا، مشطشطة سبايسي وحلوة قوي، والشطة انت تقدري تتحكمي فيها، مش لازم تحطي كمية كبيرة، حطي الكمية اللي انت عايزاها.